الأحد 24 من مارس، أهلا بكم في عدد جديد من اقتصاد بلاس، والبداية بالعناوين. أكرابلس يقول أن راس جدير أكبر منافذ التهريب عالميا. أهالي جالو يعترضون شاحنات وقود متجهة للجنوب. وأحباط أكبر عملية تهريب مخدرات هذا العام. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. في البداية، تعهد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي تعهد بإيقاف التهريب من معبر راس جدير، وأضاف الطرابلسي بأنهم لن يسمحوا بخروج لتر واحد من الوقود إلا ما يتحمله مخزون المركبة. وأعلن الطرابلسي أن معبر راس جدير يصنف من أكبر منافذ التهريب في العالم وفق قوله، موضحا أن آلاف سيارات التهريب تغادر منفذ راس جدير يوميا، مسببة في خسارة ليبيا نحو 100 مليون دينار يوميا وفق قوله. انا يا جماعه ما جاتش المنفذ، قصدي موجود في دوله منظمه، جات المنفذ اكبر منفذ اجرامي وتهريب يصنف من المنافذ العالميه في التهريب بهذا الرجل، وهذا بالاثباتات الرسميه، ويقدر حد يقاضيني ويحاسبني على الكلام اللي بنقوله تو سجلوه مزبوط. هذا موقف فني عن معبر جدير البري. طبعا منفذ جدير تقدر مساحته 200 هكتار باختصار، المساحة المستخدمة 15 هكتار. في العطلة عدد الليبيين يطلعوا منها من 8500 إلى 11500 مسافة ليبي يوميا، في عطلات في الأوقات العادية تقل الأعداد هذه. الحالات اللي مشت تونس حالات مرضية حرجة بالدرجة الأولى، مسافرين لغرض السياحة ونسبتهم قليلة جدا في الآونة الأخيرة. حالات التجارة البينية التي أصبحت تزداد في الآونة الأخيرة نظرا لانهيار الدينار الليبي أمام دينار التونسي، جنيبي بدا ما يساوي شيء. شي تاخذ حاجة في ليبيا مدعومة من البنك المركزي، تاخذها تبيعها في تونس تربح فيها 5 أضعاف. وهي مقدرة الشعب الليبي. بالإضافة حالة تهريب السجائر طبعا والبضائع، وهذه فئات تعمل من خلال سيارات عدة للتهريب. طبعا تهريب الوقود كلكم تعرفوه. طبعا في مشاكل تنحصر في معبر جدير هو موضوع تهريب الوقود. تهريب الوقود طبعا عندنا حصلت حالات حرق سيارات. سيارة قنبلة موقوتة مشات غادي شفت بعيني، سيارة فيها 1000 لتر بنزين، سيارة 1000 لتر نفط تتحرك بين الناس، بين الناس من لما تفجر بتموت الناس. شو بيقولوا؟ ولا الداخلية ولا صح ولا صح؟ وين ليبيا؟ وين الحكومة؟ كويس. 29/5/2021 سيارة تويوتا في البوابة التونسية نتيجة ان فيها خزانة وقود. 19/9/2023 وفاة مواطن ليبية، نسأل الله ان يغفر لها ويرحمها، فطيمة عمر مفتاح الرشراش، وتتحمل دولة ليبيا وزارة الداخلية مسؤولية تامة على موت هذه المرأة، لأن ماتت مرأة مريضة تبي تمشي لتونس لغرض العلاج، عطرت في المنفذ قعدت 20 ساعة أو 12 ساعة، ماتت أمام نظر لجنة الأمنية. في ذيك اللحظة ما قدرش الشرطي يحرك إلا ساكن يطلع المرأة من الزحمة ودخلها مراسم. نظم عدد من الليبيين وقفة احتجاجية أمام قاعة الشهداء في مدينة مصراتة وفي ميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس، مطالبين بإلغاء ضريبة على سعر الصرف الرسمي ب 27%، وطالبوا برحيل المسؤولين عن تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد رغم تصنيفها دولة نفطية. وبدأ مصرف ليبيا المركزي رسميا العمل بتطبيق سعر الصرف الجديد مشمولا بضريبة 27% على سعر مبيعات النقد الأجنبي ظهر الأربعاء الفارط في مختلف المصارف التجارية. من جانبه، وصف رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة خلال افتتاحه فعاليات موسم مصراتة الرمضاني الأول قرار فرض ضريبة على النقد الأجنبي بالأحادي والمؤسف وفق تعبيره، مشيرا إلى أنه 80% مما صرفته حكومة الوحدة الوطنية ذهب إلى جيوب الليبيين. بقرار حقيقة مؤسف، قرار فردي يحكم ويبي سرقة 26% من جيوبكم انتم يا ليبيين. 26 من مدخراتكم، 26% من مرتباتكم، واليوم بيحطوه في الامر الواقع. لا بد تقولوا لا ولا ولا، ما انا كلفنا. كما قلت في الايام السابقه
ان ليبيا بخير. والله والله ليبيا اللي بخير، والله ليبيا بخير. ارفعوا روسكم وعاودوا الكلام اللي نقولكم فيه. يبوا يظلموا علينا، يبوا يظلموا علينا كما ظلموا 10 سنوات من اخفاء الموال. مليارات ضاعن من حسابات المصرف المركزي في السنوات السابقه، من حسبهم؟ اليوم وقت الحساب ان شاء الله. حاسبوهم انتم، مش انا، انا واحد منكم. انتم لابد من تحاسبوا من هو اللي بدر اموالنا ودارها. مش راهو واحد صرف في مرتبات، انا 80% من الدخل الليبي اللي يحطوا فيه هو مشان لجيوب المواطنين راه. والله ما عندنا، والباقي بنينا بينها وبعض القطران وبعض الواحد. واللي بيجيب يحاسبني يتفضل، انا بروحي واني مستعد للمحاسبه قدام الله اولا وقدامكم انتم رقم اثنين. انتم اللي بتحاسبوني. الموقف يا اخوتي اللي حطيت فيه هنا راهو موقف صعب. اليوم موقف صعب. راهو كانوا ما وقفتوش انتم لهذه البلاد بعد كل هذه التضحيات. والله اني راهو ما نقدرش نقاوم كثيرا. قام عدد من أهالي جالو باعتراض شاحنات وقود احتجاجا على نقص الوقود في المدينة منذ أكثر من 5 أشهر. وأشار شهود عيان إلى أن الشاحنات التي تم اعتراضها كانت متجهة للحدود الجنوبية بغرض التهريب. كذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر تجمع عشرات الأشخاص ليلا أمام هذه الشاحنات. في ملف آخر، حددت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة 1 مايو موعدا لإطلاق التأشيرة الإلكترونية للعمالة الوافدة لليبيا، وذلك بعد استكمال كل الخطوات الإجرائية والقانونية المتعلقة بتأشيرة العمل. وقال وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد خلال اجتماع وزاري في العاصمة طرابلس إن هذه الخطوة تقضي على البيروقراطية والغش، وتساهم كذلك في تنظيم العمالة الوافدة وفق بيان صادر عن الحكومة. كذلك في ملف آخر، نتحدث عن تكلفة الغذاء. شهدت تكلفة الغذاء ارتفاعا ملحوظا في ليبيا منذ بداية العام وإلى غاية شهر فبراير وفق تقرير برنامج الأغذية العالمي الأخير، ما يطرح جملة من الإشكاليات التي تنعكس بصفة مباشرة على المواطن. التقرير التالي يكشف أبرز الأرقام التي تحدث عنها البرنامج الأممي. بنسبة 3% ارتفعت تكلفة سلة الغذاء في ليبيا لتتجاوز 792 دينارا في شهر فبراير من العام الحالي، وفق تقرير حديث لبرنامج الغذاء العالمي الذي أكد ارتفاع أسعار غالبية السلع الأساسية في مختلف المدن الليبية وخاصة في الجنوب منذ مطلع العام. ارتفاع تأثر بالأساس بسعر الصرف وضعف القوة الشرائية خاصة لأصحاب الدخول الضعيفة. وتضمنت سلة الغذاء المحددة من قبل برنامج الغذاء الأممي نحو 18 سلة غذائية من بينها اللحوم والدجاج والأرز والألبان. التقرير ذكر أن الارتفاع المسجل في فبراير مقارنة بشهر يناير كان 767 دينارا فاصل 44، وكان مدفوعا بزيادة أسعار البيض ب 6% والطماطم ب 17% والفول ب 9% والكسكسي ب 4%. أما في الجنوب فكانت تكلفة سلة الغذاء الأعلى ب 866 دينارا وبارتفاع ب 9% مقارنة بمتوسط الأسعار في مناطق أخرى. تلتها المنطقة الشرقية أين سجلت سلة الغذاء 804 دينار، في حين سجلت المنطقة الغربية أقل تكلفة لسلة الغذاء ب 740 دينارا بانخفاض بنسبة 7% مقارنة بالمتوسط العام. وفي مقارنة بين الأسعار المسجلة إلى حدود شهر فبراير ونظيرتها قبل عامين، سجل برنامج الأغذية العالمي ارتفاعا ب 14% في إنفاق الأسر من أجل تغطية الاحتياجات الغذائية الشهرية. ورصد التقرير نقصا في كمية وقود الطهي في كل من سرت وأجدابي التي سجلت زيادة بنسبة 4% في تكلفة سلة الغذاء. أما درنا التي شهدت كارثة إنسانية جراء إعصار دانيال فقد ارتفعت فيها سلة الغذاء ب 17% حيث بلغت 779 دينارا في فبراير و 772 دينارا في يناير، في حين سجلت في أغسطس 2023
2023 أي قبل الإعصار 664 ديناراً، مع زيادة كبيرة في تكلفة البيض بحوالي 20% وفي تكلفة الدجاج ب 26% بالمقارنة مع الشهر السابق. ونبه البرنامج من تأثير انخفاض قيمة الدينار على سلة الغذاء وانعكاسه على إمكانية المواطن في تحصيل المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة، في تلميح إلى مقترح مصرف ليبيا المركزي بفرض رسم بنسبة 27% على سعر الصرف، وحذر من أداء الدينار الضعيف ما يطرح إشكال التضخم مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الواردات. وتمثل الأغذية والمشروبات 39% من مصاريف الاستهلاك، تليها فواتير الإسكان والمياه والكهرباء والوقود. كما حذر التقرير من أن خفض قيمة الدينار مقابل الدولار قد يؤدي إلى تفاقم التفاوت في الدخل بين السكان، ما يؤدي إلى صعوبة في توفير نظام غذائي مناسب. في سياق متصل، أوضح البرنامج الأممي أن ما تشهده ليبيا مرتبط بالسوق العالمية التي انخفض فيها المعيار المرجعي لأسعار السلع الأساسية للمرة السابعة على التوالي. هذا التقرير تزامن مع فترة ارتفاع الاستهلاك بحلول شهر رمضان وارتفاع أسعار البيع، كما تزامن مع أزمة اقتصادية انعكس أثرها على المواطن. وتشهد الأسواق منذ حلول الشهر الكريم ارتفاعا في أسعار اللحوم الحمراء خاصة، وأكد الخبراء أن الأسعار في مجملها ارتفعت بنسبة 10% وستواصل الارتفاع في حالة عدم انخفاض سعر الدولار. وحتى مع توريد سلع فإن الموردين يقومون ببيعها بسعر الصرف في السوق الموازي وليس كما هو في السوق الرسمي. ونبه الخبراء إلى عمليات احتكار من قبل كبار التجار وإلى غياب الرقابة. أعلنت مصالح الأمن في ليبيا عن حجز كمية كبيرة من المخدرات تقدر بطن كامل في مدينة ترهونة، كانت في اتجاه العاصمة طرابلس. وقال بيان صادر عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إن الكمية المحجوزة من الحشيش تعتبر الأكبر هذا العام، مؤكدا أنها كانت قادمة من مدينة طبرق الواقعة في شرق البلاد. وأفادت الجهة الأمنية ذاتها بأن عناصرها نجحت في ضبط خلية بمدينة ترهونة في حالة تلبس، وهي تقوم بنقل كمية تقدر بألف كيلوغرام من الحشيش مخبأة بشكل محكم داخل شاحنة مخصصة لنقل المواد الغذائية، وكان بها كمية من صناديق زيت الطهي غير صالح للاستعمال البشري. يعتبر ملف الطلبة المفادين للخارج على حساب الدولة أحد أكثر الملفات بروزاً في قطاع التعليم في ليبيا، باعتباره أحد أهم بنود الإنفاق في الباب الثالث، ألا وهو باب التنمية أو بند التنمية. هذا وتفيد بيانات تقارير ديوان المحاسبة بأن الحكومات المتعاقبة أنفقت 7 مليارات دينار خلال 10 سنوات لصالح 85 ألف طالب موزعين ويدرسون في 49 دولة حول العالم. إذن نواصل معكم اقتصاد بلاس بعد الفاصل. مساء الخير، أهلا بكم من جديد. تحدث تقرير صادر عن صحيفة تايمز أوف مالتا عن ازدياد ملحوظ في عمليات تهريب الوقود الليبي إلى أوروبا، مشيرا إلى أن 4 بواخر كبيرة تخرج أسبوعيا من ميناء بنغازي ممتلئة بالوقود المهرب. وأوضح التقرير أن تهريب الوقود إلى أوروبا أكثر ربحية من تهريب المخدرات أو حتى الأشخاص، لافتا إلى صعوبة اكتشافه وإيقافه. ويلفت التقرير إلى أن التقديرات تشير إلى أن 20% من إجمالي وقود النقل المستهلك في إيطاليا يأتي من السوق السوداء، وأن 4 سفن ناقلة كبيرة تغادر أسبوعيا ميناء بنغازي في ليبيا ممتلئة بالوقود المهرب الذي يكلف البلدان المتلقية، نتحدث عن إيطاليا أو مالطا أو
إسبانيا أو فرنسا مليارات اليورو من الضرائب والرسوم الجمركية المتنازل عنها. ويقول التقرير في قلب هذه التجارة المربحة يكمن نظام دعم الوقود السخيف في ليبيا، فبدلا من دعم الأسر المحتاجة بإعانات مباشرة تواصل الحكومة في طرابلس بيع الوقود المدعوم بشكل كبير والذي يتعين عليها في الغالب استيراده، لافتة إلى أن البنزين على سبيل المثال يباع بخصم قدره 99% عن أسعار السوق، وتباع زيوت الوقود التي تشمل زيت التدفئة والديزل والوقود البحري والوقود الثقيل أيضا في المتوسط بسعر أرخص بنسبة 75% من تكلفتها الحقيقية في الميزانية. ووفقا لأرقام عام 2022 أنفقت حكومة الوحدة الوطنية 13 مليار دولار كدعم مباشر للوقود، وهو دعم متزايد بشكل ملحوظ عن الأعوام السابقة بحسب التقرير. كذلك أضافت صحيفة تايمز أوف مالتا أنه منذ غزو أوكرانيا ارتفعت وتيرة تهريب الوقود الليبي إلى أوروبا، حيث بلغت قيمة الصادرات غير المشروعة 6 مليارات دولار. وتنوه الجريدة المالطية بأن روسيا أصبحت الشريك التجاري الرئيسي للطاقة في ليبيا منذ غزوها لأوكرانيا والعقوبات التي فرضتها أوروبا والولايات المتحدة بعد ذلك، حيث عززت حصتها من الواردات من 4% قبل الحرب في أوكرانيا 2022 إلى 28% عام 2023، ما جعلها الآن المورد الرئيسي للوقود إلى طرابلس. هذا ويعتقد التقرير المالطي أن نظام الدعم المنحرف والمسرف للوقود في ليبيا هو السبب الرئيسي وراء تفاقم ظاهرة التهريب، حيث يتجاوز البنزين والديزل الطلب المحلي الذي لم يعد من الممكن تلبيته. وتلفت تايمز أوف مالطا أيضا كذلك إلى أن المهربين هم السبب الوحيد لدعم الوقود بدلا من دعم الأسر، مذكرة بإغلاق حقل الشرارة في يناير الماضي احتجاجا على نقص الوقود، كذلك لافتة إلى أنه كلما زادت واردات ليبيا من الوقود قلت الكمية المتبقية للاستهلاك المحلي، في إشارة إلى تزايد عمليات التهريب. نمر الآن مشاهدينا الكرام إلى آخر فقراتنا، نأخذكم إلى جولة في الأسعار أسواق بلاس، وجولتنا اليوم ستكون في محل بيع لحوم المجمدة بطرابلس. عندنا دجاج من أول 15 دينار لحد 24 دينار أسوان دجاج، وعندك صدور دجاج تبدأ معك من أول 17 لحد 60 دينار أسوان تبدأ معك، وعندك برضو جميع أنواع المعجنات والفواكه والخضروات، عندك معجنات وعندك فطائر، والمعجنات تبدأ معك من 10 دينار لحد 20 دينار. نفسها برضو في الحلويات تبدأ معك من أول 20 دينار ل 25 دينار، وعندنا جميع أنواع الخضروات متوفرة في محلات الحمل، وجبن البيتزا اللي هي جبنة موزاريلا وجبنة شيدر تبدأ معك الكيلو موزاريلا ب 40 دينار، والجلد كامل في عندك من أول 85 ل 95. شيدر متوفرة كيلو 50 دينار، وبنبيع منها قطاعي جميع أنواع الفواكه، فواكه تبدأ معك من 7 دينار لحد 15 دينار، في مانجا وفي جوافة وفي كيوي وفي فراولة، وعندك خضار وعندك بطاطا، يعني جميع أنواع الخضار والفواكه. اللحوم تبدأ معك المستوردة من أول 25 دينار لحد 27 دينار، وعندنا اللحم الوطني يبدأ معك من 35 دينار هو الجعوز، والخروف تبدأ معك من 55 دينار ل 60 دينار، متوفر برضه في محلات الحمد دحية أبيض وأحمر، الدحية الأبيض 19 دينار، واللحم يبدأ 24 دينار، وعندك برضه جبنة موزاريلا أسوان برضه من أول 85 و 95. وبهذه الجولة نكون قد وصلنا لنهاية موعدنا لليوم من اقتصاد بلس، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.